حلقة النهاردة احنا هنعمل مع بعض فيليه لحمة من أطرى القطعيات اللي موجودة في البقرة نفسها. هنعملها بطريقة لطيفة جدا، بتخش فرن مع مشروم، اللي بيحب الصوص المشروم هيحب الوصفة اللي احنا بنعملها، وهنقدم جنبيها طبق جانبي. هنعمل تبولة بس بدل البرغل هنستخدم حاجة فيجيتيريان 100%. اهلا بيكم في حلقه جديده في مطبخ 101، والنهارده انا مبسوط جدا جدا اعمل فيليه. انا بحب جدا اعمل فيليه، فيليه مع مشروم، فيليه مع بطاطس. احنا بنتكلم في اكله لطيفه جدا جدا جدا، لكن انتوا شايفين هنا في انا واخد مشرومز وقطعتهم رفيع وحطهم في طاسه ناشفه زي ما انا دايما بعمل، ولو عايز اقلبها شوربه مش شوربه اكشلي لو عايز اقلبها شوربه او صوص مشروم الموضوع بسيط جدا. هقوم حاطط اليه الكريمة الباني وملح وفلفل، ممكن فص ثوم، يعني موضوع بسيط جدا جدا. لكن النهارده احنا هنعمل حاجه مختلفه. انا اللي انا عايز اعمله، عايز اعمل هنعمل الستيكس الفيليه وعليها زي جراتان. جراتان يعني حاجه بالبقسماط والبيض والمش عارف ايه وبتاع، بس جراتان من المشروم، على اساس يعني ممكن نعتبرها كانها يعني مش كيكه، بس يعني كانها الستيكايه. شايفين الفيليه عامل ازاي وفوقيها هضبه كده من المشروم والبارميجان والحاجات اللطيفه جدا. نقعد نقطع فيها هتبقى حلوه جدا جدا جدا. هنا زي ما قلت لكم طاسه ناشفه المشروم، ويا دوب حطيت عليها شويه ملح عشان ايه نجففهم شويه ونقوي الطعم. هم انا دلوقتي عايز اعملها، عايز اخد بقى المشروم سوتيد شويه، حاجه بسيطه، نقطة زيت حاجة بسيطة خالص، تمام. وهنحط البصل الأبيض مش بصل أحمر، يا سلام لو بصل أبيض أورمة كمان يبقى لطيف عشان بيبقى مسكر أكتر، جميل. وادي فص الثوم، ثوم بصل مشروم صحاب، يلا بينا. حطيت انا ثوم في الاول ليه؟ معناه ان ايه وسام، انت شكلك كده مش عايز لون على البصل بالظبط، انتوا مركزين معايا. ريحه طلعت ريحه لطيفه جدا جدا جدا. اديني كمان شويه ملح، اديني شويه فلفل اسمر، تمام، واديني زعتر فريش او مجفف. كده احنا عاملين مشروم دوكساو اللي احنا اتكلمنا فيها، بصل مشروم مش عارف ايه، ثوم زعتر فلفل ملح. هنمشي الناس دي يعني ايه مع بعض 30 ثانيه مش اكتر، جميل، عقبال ما الطاسه دي تسخن ونبتدي نقدر نلعب العاب لطيفه جدا مع بعض. ناخد مصفى نحطها هنا، خلاص انا خدت اللي انا عايزه من النار، مش عايز اكتر من كده خالص خالص. ومحاطط هصفي المشروم على اساس لو فيها، لو هتنزل ميه، لو هي هتنزل زيت تنزلها على طول، لان انا هحتاج ان هي ما تبقاش اول حاجه سخنه جدا، تاني حاجه مش هحتاج ان هي يبقى، انا مش عايزها تبقى رطبه، انا عايزها تبقى ناشفه شويه، فعشان كده هنسيبها، نسيب الميه اللي تتبخر منه. لطيف جدا، ده لوحده وصفه هايله جدا جدا، يتحط على التوست يتاكل جنب طبق بيض، لطيف جدا. بس احنا بنتكلم تكنيكس، ازاي ان احنا بنركب وصفات مختلفه بطرق مختلفه على بعض عشان نعمل طبق ايه سوبر اميزنج اوسم فانتاستيك، خارق للطبيعه. طيب نقفل ده عشان هو مطلع لي صهد لطيف جدا. هنا انا كنت بقطع بطاطس رفيع جدا، هتفهموا انا ليه هستخدمها بس مش دلوقتي. فين الزبده؟ لازم يكون في زبده جنبي. بقيه الحاجه اللي انا محتاجها، انا دلوقتي هحتاج الفليهات ومحتاج الكريمه اللباني ومحتاج الحاجات اللطيفه دي. فين ادي مطلع بوله ليه؟ معلش اصل انا من كتر ما انا متحمس فهي مش مركز شويه. ستيك فليه، عرق الفليه بيبقى ده عرق الفليه، وهنكمل طبعا كمل اجزاء كده وكده، بس انا ايه عشان اطلع حته مكعبره كده لطيفه
هي من نظافه وبتاع، بس بقوم زنقهم كده يبقى قاعد كانه حته لحمه كبيره. تمام؟ لان انا عايز يبقى لي مكان عشان احط عليها الحشو، لازم الحشو هيركب فوقيها، فلازم يبقى ليها قاعده محترمه. ملح، ملح كويس جدا، محدش ايه يملح نص نص. جميل. طاسه سخن مولع نار، سخن ايه مولع ايه نار، زيت مش زيتون، زيت عادي، زيت انا دايما اقول زيت عادي، انا قصدي زيت عباد، زيت شو اسمه، ايه التاني ده، ذرة، عباد الشمس، ذرة، عباد الشمس، ذرة كده. حط ستيك، اوبا 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 اوبا، بس كده. حط اخواتهم معاهم، مش عايزين نحمر اللحمه، احنا عايزين بس نشوحها. فرق بين التحمير والتشويح، التشويح بالمصطلح الفرنسي ان احنا بنعمل سوتيه، شوح، جريل برضو ينفع شوح، بس جريل برضو ساعات بنقول نشوي. التحمير احنا بنتكلم في فراينج، ممكن يبقى شالو فراينج بمعنى ان كميه الزيت قليله بس كده، او ديب فراينج يبقى كميه الزيت كبيره جدا، يبقى احنا بنقلي بجد زي لما بنعمل بطاطس مثلا او بنقلي بطاطس. تمام؟ انا عايز نار هنا سخن مولع نار، الطاسه دي سخنه جدا، اللون ده هو ده اللي انا عايزه. نقلب بيرفكت. اوه لافلي 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 لافلي، لطيف قوي 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 الكلام ده. جميل. اديني بقى زبده، وروزماري، روزماري مع المشروم، روزماري مع ستيك، لطيف جدا زي ما هو كده. باي باي، شكرا. وهنعمل الحركه البيستنج، هميل الطاسه شويه واخد الزبده المنكهه دي واحطها من فوق الايه، اللحمه الفيليه، نديها لمعه، نديها دهن، نديها طعم لطيف قوي قوي قوي. بعد ما احنا شمعناها على الناحيتين نبتدي ايه، نشمع من الجناب حاجه بسيطه، حاجه بسيطه، انا مش عايز اخد لون على الجناب لان انا يعني مش حاسس ان انا محتاج لون على الجناب. انا مش بفعص الفليه، انا بس بقى ايه، بتاكد ان هو ياخد الشكل عشان انا لسه احط عليها حشو. تمام؟ طيب حلو قوي الكلام ده. من جوه الفليه لسه ني ولا مستوي ولا عامل ازاي؟ ني طبعا، ني طبعا، ولا حتى وصل للميديوم. تمام؟ انا عارف اه ده ني، ده كده مفيش اي حاجه حاصله، سيبه زي ما هو، سيبه زي ما هو كده، هيكمل تسويته في الفرن. اديني بيس كده كمان خفيف. جميل. هنعمل حركه عشان عايزه يكمل تسويته في الفرن، هرفعه من على النار. انا عايز اسويه ميديوم 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 رير كمان. تمام؟ فانا هرفعه من على النار، اوكي، وارفع الروزماري، واخد الزبده الزايده اللي فيها هم ايه، حطيتهم على جنب، بس لسه في دهن هنا ولسه في بهاريز ولسه في كل الكلام ده. هنا بقى اللعبه بتاعت البطاطسايه، هرص البطاطس على الطاسه داير ما يدور، حاجه احنا بنسميها ليها اسم كده اسمها بوماني. تمام؟ كانها فطيره ايه، بطاطس.
نرجع شوية من الزبدة المنكهة دي عليها. نحط الفليه عليهم. تمام. دول هيقعدوا كده لحد ما انا هجهز الايه الجراتان بتاعه. الجراتان بتاعه بقيه المكونات قدامنا زي ما احنا شايفين، عباره عن ايه؟ بصمات وجبنه بارميجان وجبنه كريمي وكريمي لباني. طبعا هنحط ملح وفلفل وصفار بيض. مضرب سلك ويسك، فرن على درجه حراره 180. ناخد الكريمه الاول وهضرب لحد ما الكريمه نفسها تبقى ماسكه نفسها شويه. مش عايز كريمه مفكوكه، انا مش بدور على كريم شانتيه، بس عايزه تبقى تقيله شويه. بس كده حلو قوي. ناخد بقى الحاجه مشروم. بصمات، جبنة بارميجان، كريم تشيز، وصفار بيضة. هنقلبهم ازاي؟ انتوا هتلاحظوا ان انا ما سبتش الويسكي جنبي. هنقلبهم كده لحد ما هما يخشوا مع بعض. كأني بعمل سوفليه، نفس التكنيك بتاعت السوفليه عشان نوزع الحاجة جوه السوفليه. فممكن نعتبر الجراتين اللي حصل ده راح في سكة السوفليه. بس كده تمام. ظبط ملح، ظبط فلفل، تعالى بقى يا استاذ. بارميجان تشيز عليها تاني. بس فرن 180 يعني ميديوم او رير، هتبقى 7 دقايق. لكن احنا بنتكلم في، لو احنا عايزينها ميديوم ويل، احنا بنتكلم في 10 دقايق 12 دقيقه، حاجه رايحه في السكه دي. هنطلع فاصل. لما نرجع من الفاصل هنلاقي المطبخ نظيف جدا جدا جدا. هنعمل طبق جانبي لطيف، ده مشروم كريمه زبده. عايزين حاجه خفيفه، هنعمل تبوله من غير برغل. اشوفكم كمان شويه. رجعنا من الفاصل وعندنا الفليه في الفرن، بيبتدي ياخد لون، بيبتدي يستوي كويس، بيبتدي يبقى حاجه لطيفه جدا، ريحه يعني مش قادر اوصف لكم. لازم تجربوا الوصفه دي.
انا لما انا كنت ببتدي حتى من قبل ما ابقى اغير المهنه وابقى بروفيشنال شيف او شيف محترف، دي من اول الوصفات اللي انا تعمدت ان انا اعملها. الوصفه دي شفتها كان جوردن، شيف جوردن رامزي، اكيد اللي بيتفرج على الوصفات وعارف الوصفات اونلاين وعارف الشيفس عارف مين جوردن، شيف جوردن رامزي من انجح الشيفات الانجليز في تاريخ الطهي. هو كان عمل دي اظن الطبق اللي انا ده كان في 2007 اظن 2006 2007 حاجه كده. انا اول ما شفت الوصفه اتجننت، لان انا عجبني ان هو كان عملها من غير البطاطس، يعني البطاطس دي حاجه انا زودتها، لكن هو مجمع بين التكنيك اللي انا بسوي ازاي اسوي اعمل مشروم دوكسال مظبوط، ان انا انشف المشروم، وجمع بين فكره السوفلي الطريقه اللي انا ايه بقلب بيها عشان احتفظ بحاجه هشه كده شويه، وطبعا مع التسويه المظبوطه للفلي والقطعيه المظبوطه للفلي. فانا عاجبني هو طبق بسيط لكن ومكوناته بسيطه، لكن هي كلها تكنيك، كلها تكنيك. طيب هنيجي للتكنيك التاني الجديد، مش يعني اللطيف اللي انا عايز اوريها لكم، ان احنا ممكن نبدل برغل بالذات اللي عندهم حساسيه ضد البروتين اللي موجوده في القمح او البرغل او الحاجات اللطيفه او الفريك اللي هي الجلوتين. فبنعمل اللي انا هعمله، هعمل تبوله جلوتين فري من غير بروتين الجلوتين. بروتين الجلوتين هستخدم ايه؟ هستخدم طريقه احنا لعبناها، لعبه لعبناها قبل كده مع بعض، اللي انا هعمل زي كسكسي من القرنبيط. ناخد القرنبيط تمام، اللي احنا مسميه الفلوريتس، الورد بس بتاعه جميل، وهنضربه في الكبه. هيبقى مفلفل، هيبقى شبه الايه، هيبقى شبه البرغل شويه، هيبقى شبه الكسكس الخشن شويه. جميل، نضرب بس كده. حلو قوي الكلام ده. هنشوف ايه بقى. حاجه مفلفله لطيفه جدا، لكن انا حاسس بالرطوبه في ايدي، فلازم نعمل ايه؟ لازم نطلع الرطوبه دي ازاي، ان احنا نحطها في طاسه على طول، طاسه تيفال مثلا او كده، اي طاسه مش فارقه يعني، بس انا عايز انشفها شويه، وناخد الفرصه دي ان احنا نبتدي نديلها طعم. صح، نديها طعم. اول حاجه نعملها ايه؟ ناخد ملح. الملح هتعمل ايه؟ هتشفط الرطوبه شويه. قول ما احنا ماشيين ايه، بمشي بجري ايه بقيه المكونات بتاعه التبوله. عادي جدا جدا جدا، عادي. عندنا شويه طماطم، عندنا شويه بصل، عندنا البقدونس. جميل، نعناع فريش او نعناع مجفف، شويه دبس رمان وشويه سماق. الموضوع بسيط خالص خالص خالص. وهننقي بقى ايه بوله نقدم فيها. ايه رايكم انهي لون؟ انا حاسس ان احنا نحطه في الازرق، مش عارف صح؟ الازرق، خلينا في الازرق عشان في طماطم فهيبان. ممكن نحطه في الابيض، بس صراحه مش عارف، مش حاسس ابيض النهارده، وما عندناش حاجه سمراء، ما عنديش بوله سمراء، فبلاش. نبص على الفلي كده في السريع، بدا ياخد لون على الوش، بدات تاخد لون على الجراتان نفسه. لطيف خالص خالص خالص. ايه اخبارك يا قرنبيط؟ الصوت اختلف صح؟ كانت قبل كده ميه صح؟ دلوقتي ايه؟ هديت. شايفين بخار الميه اللي طالع ده؟ مش دخان، ده بخار الميه. جميل، نبتدي نحط، ندي له طعم بقى. فلفل اسمر، سنه سماق، وسن حاجه بسيطه خالص من النعناع المجفف، لان ده برضو هيخش جوه التبوله نفسها، بس انا ايه عايزين ندعم الطعم من دلوقتي. وهنا بقى احط زيت زيتون. مش
عشان ندي طعم برضو لطيف. دلوقتي هناخدها سوتيه كده في السريع. جميل. بقية الحاجات سهلة جدا، نجمعهم على بعض. ده طبق التقديم. طماطم. بصل قفرش. بصل أبيض أو بصل أحمر. الاتنين كويسين. ساعات أنا بفضل البصل الأحمر. ليها يعني مش عارف، ليها مذاق كده بتبقى حلوة جدا في السلطات. جميل. نتبل ملح. فلفل. سماق. نعناع مجفف. لو في نعناع فرش محطوط على البقدونس مش هنستخدم النعناع المجفف، الا بقى لو انتوا عايزين فرق الطعم ده، لان طعم الاعشاب المجففه مختلفه تماما عن الاعشاب الايه اللي مش مجففه. تمام. الاعشاب الفرش هحط سنه بس البتاع ده، حاجه بسيطه من البقدونس. حط دبس رمان لو مش حابين طعم الدبس رمان، مش لازم، بس انا ايه احب احطها، بيدي كده مزازة لطيفة قوي 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 في الايه في السلطة نفسها. سنة زيت زيتون. بشر ليمون خفيف خالص، ونديله بشر ليمون كده خفيف خالص بدل دبس الرمان. ممكن تحطوا عصير الليمون، انا بحب العطر الليمون اللي فيها، واخد اوريدي مزازه من الدبس الرمان، فمش لازم، انا مش محتاج المزازه بتاعت عصير الليمون نفسها، عايز العطر بس. حلو قوي الكلام ده، جدا جدا جدا. ميكس كله مع بعضه، هو بعينه التبولة، هو بعينه نفس المنظر اللطيف، نفس الألوان. تمام. ومن غير البرغل، بس موضوعها سهل جدا 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 جدا. ما اعتقدش يعني ان التبولة بيتحط فيها توم، يعني انا لو هعمل دي البيت لنفسي في البيت هعملها هحط توم مفروم فيها، احط جنزبيل، بس انا عشان بحب الحاجات دي. يعني انتوا خدوا الاساس والعبوا عليها. يعني احنا انا قلت اخد الاساس اللي هي ايه، هي مفروض بالبغرل، رحت مبدلها بالقرنبيط عشان ايه، عشان يبقى فيجيتيريان 100%، يبقى من غير قمح خالص خالص. اللي عنده حساسيه ضد القمح او الجلوتين يقدر ياكل دي ويبقى مبسوط جدا. وبالعكس كمان ناخد دي طريقه لطيفه جدا ان احنا نخبي القرنبيط في وسط الاكل. جميل. طيب فيلي تايم. ايوه هو ده، ريحه البارميجان متحمصه لطيفه جدا، البطاطس فيها قرمشه حلوه جدا. حلوة قوي. شايفين انا كنت بقول ان هي دي اللي كانت هي كل الحشو بتاعتها او التوبينج بتاعها واقع هنا شويه، بس برضو مش مشكله هتتاكل. ليه؟ عشان طعمها حلو. بس فيليه بالمشروم جراتان، حطينا
عليها عملناها بالزبده منكهه، عملنا بالروزماري وحطينا الحشو عليها، كنا عملنا المشروم دوكسيل، نشفنا المشروم حطينا عليها البصل وحطينا عليها سن الثوم، وبعد كده ايه صفيناها من الزيت او السائل الزياده، وبعد كده حطيناها على كريمه لباني، يا دوب ضربناها مش كريم شانتيه بس اقل من كريم شانتيه شويه، كريم تشيز، صفار بيض، بقسماط، بارميجان تشيز، ميكس 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 ميكس، حطه على الفليه بعد ما نشوح الفليه على الناحيتين بس. تبوله لطيف جدا يا جماعه. الحاجات دي ده هيحببكم في المطبخ زي ما حببني في المطبخ، ودي هتعلمكم حاجات جديده من منتجات ان احنا من منتجات قديمه زي الايه القرنبيط، احنا عارفين القرنبيط بس ايه بشاميل، لا نلعب بيها اشكال تانية. شوفوا في الحلقه الجايه ان شاء الله. keep on cooking. استمروا.